نور، رح نبقى بموضوع النحافة ولكن بوجه آخر. فسن الطفولة فترة حرجة يحدد فيها اتجاه النمو العقلي والجسدي للطفل. يحتاج الأطفال بهذه الفترة إلى كميات متزايدة من الطاقة أو السعرات الحرارية للسيطرة على عمليات النمو المختلفة ضمن الإطار السليم. أكيد سلمى، بهي المرحلة بتبدأ بعض التغييرات وتظهر على الطفل مع اختلاف نظامه الغذائي خلال مراحل النمو، ليعاني من النحافة وفقدان الوزن. لمعرفة الأسباب المؤدية إلى نحافة الأطفال ومتى تصبح النحافة مشكلة صحية لابد الانتباه لإلى وعلاجها، صار معنا ضمن استديو صباحنا غير الدكتورة ديانا فلوح اختصاصية تغذية. سعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير سلمى، كيفكن؟ صباح الخير دكتورة. يعني كنا عم نحكي ونحن عم نتفرج سوا على تقرير خل التفاح، وتحت الهواء عم نتناقش بموضوع النحافة بالنسبة للأطفال، وخصوصا انه حضرتك يعني مو بس دكتورة وام لطفلة صغيرة. عم نقول ايمت بيصير الطفل بنقول عنه نحيف معناه بالحد الطبيعي، وايمت بنقول انه هي العجعجة الحلوة مثل ما بنقول هي حلوة طبيعية؟ لا انا ما العجعجة يعني سمنة السمنة أو الوزن الممتلئ أو الطفل يلي عنده زيادة بالوزن يلي باعتقاد الأهل إنه هو دليل صحة، هذا أكيد ما إنه دليل صحة. واللي بيقيم هذا الشيء بالدرجة الأولى الطبيب أخصائي التغذية بمجموعة من الفحوصات السريرية، التحاليل، معدلات أو مؤشرات النمو يلي ممكن يستعملوها لتقييم حالة طفل. طبعا طفل بهي المرحلة اللي نحن رح نحكي عنها اليوم من السنة للخمس سنين ما قبل الدخول للمدرسة بيمرق بكتير طفرات نمو، بيمرق بكتير من التغييرات النفسية، يعني رح يختلف عليه كتير أجواء قبل السنة مو بعد السنة، لما يكون معتمد تماما بس على الحليب الطبيعي أو الرضاعة أو حتى الحليب الصناعي وفجأة يصير في إدخال الطعام رح يستغرب هذا الموضوع، ممكن يكون عنده ردة فعل وبالتالي ممكن ينحف. ممكن يكون في مشاكل وراثية منلاقي، وهذا كتير منلاقي، يعني أم مانا كتير طويلة نحيفة، نفس الشيء أب مو كتير طويل ونحيف، بدهم طفل عملاق طويل وصحته منيحة. موضوع الوراثة بيلعب دور كتير مهم وأساسي بهذا الشيء. ما فينا نطلب من طفل بالإجبار يأكل إذا هو في عنده مشكلة لنقول درقية أو مشكلة بالبلع، مشاكل هضمية، مشاكل نفسية مثل ما قلنا. ممكن يكون قوام الطفل يلي عم يتقدم قوام الطعام يلي عم يتقدم للطفل في مشكلة، فهون نحن بدنا نشوف كل الأسباب مع الأم ونبلش فيها واحدة واحدة قبل ما ننفي أو نأكد هو عنده نحافة مرضية أو بيسموها سوء تغذية. دكتورة، يمكن حكيتي عن أكثر من نوع للنحافة أو سبب لنحافة الأطفال، بس خلينا نحكي في كثير من الأطفال بنشوفهم، كنا عم نحكي تحت الهواء كربيج وحلوين، بعد سن السنة بتلاقيهم نحفوا. يعني بتوقفي عند صورة الطفل بتقولوا معقول هيدا هو هيك كان أكيد. شكله من تجربة شخصية كمان بعطيكي انه قبل السنة ما كان في حركة، يعني الاطفال ببلشوا من عمر 9 شهور للسنة وشهرين، سنة وثلاث شهور، هي المرحلة اللي بصير فيها يمشي الطفل، فمتى ما زاد ومتى ما صار في نشاط حركي هذا شيء عامل لزيادة الطاقة، فبالتالي اكيد رح يصير في خسارة شوي للوزن. بس نحن يعني هيك معلومة سريعة ممكن أي سيدة تطبقها، وزن الطفل عند الولادة مفروض يكون 3 أضعاف وزنه بعمر السنة، فإذا مثلا طفل ولد بوزن 3 كيلو على نهاية السنة إذا كان 9 كيلو ممتاز، هيدا بالحد ما نطالب إنه يكون أكثر من هيك، وإذا كان أكثر من هيك مو يعني كمان إنه فتنا بمشاكل السمنة وزيادة الوزن. في طفرات نمو مثل ما قلنا، الطفل ببلش مرحلة الحبو أول شيء، بعدين مرحلة المشي، كلها شغلات بتزيد الطاقة، طبعا مع الانتباه إنه الأم بهي المرحلة لازم تبلش بإدخال طعام الصلب. الطعام الصلب كمان في له قوام بالمرحلة الأولى، لازم يصير عليها تعديل، ما لازم نحن نستمر للسنة ونص للسنتين وما بعد السنتين نضل عم نعطي الطعام المهروس أو الطعام المرق، الطعام
يلي بيكون سهل البلع. لازم من اول بالمراحل الاولى نعود الطفل ياكل بايديه لحتى نشجعه، ما نضحك عليه بالمرحله الاولى اذا مثلا شرشر او هرهر او وسخ او كان مزعج مثلا على طاوله الطعام. تعويد الطفل انه دائما بدنا ناكل بمحل معين بجو معين مع العائلة ممكن يساعده انه يتناول طعام اكثر، وهو هذا الشيء بيكون يعني فعل استباقي لحتى نعود الطفل انه في اجواء، لانه معظم الاطفال يعني بيكون في عندهم نحافة بالبيت ما في اجواء طعام، خلينا نقول مثالية يعني اجتماع للعائلة او مثلا الاب والام بيهملوا وجبة الافطار واللي هي اهم شيء عند الاطفال اللي عندهم نحافة. نعم دكتورة، يعني حكينا عن نقطة كتير مهمة اللي هي انه امتى ببلش الطفل يمشي، وبالتالي في هذا الشيء اكيد رح ينزل من الوزن اللي كان مكتسبه بالاشهر الاولى. طيب انا ايمتى بقول هذا الطفل دخل بمؤشرات حرجة، صار ما عاد انا نظام غذائي بالبيت هو كافي؟ لا، هذا الطفل عم بيعاني من نحافة ممكن تكون مرضية. العلامات العلامات اللي ممكن يعني هيك تدق يعني فوانيس الحذر عند الامهات، اول شيء الطفل بهي المرحلة بحب يلعب، فاول اشارة للطفل ما بحب يلعب معناتها في عنا شيء غلط. الشحوب اللي ممكن يبين على الوش، اكيد عدم الرغبه بالاكل، ما عم يطول حسب مخططات النمو اللي نحن بنعتمد عليها كاخصائيين تغذيه، والاطباء كمان ممكن يقيموا على اساسها اذا الطفل ضمن الحدود الطبيعيه او لا. اذا ما عم يطول منيح، ما عم يكسب وزن منيح، ما في تركيز مثلا بالمدرسه او بالروضات، هذا الشيء ممكن يكون كله علامات. بالإضافة لتجفاف الجلد، ممكن نلاقي رغبة بالنوم كتير، شكوى من بعض الأهالي إنه هذا الشيء يعني ما عم بيكفي صحنه، ما عم يأكل أي شيء من الوجبات، مع عدم الحركة. موضوع النشاط الحركي كتير بيأثر، لأنه مثل ما قلنا كل ما زاد النشاط الحركي كل ما زاد الحرق. حتى لو أكله قليل، هاي نقطة كتير مهمة دكتورة، لو أكله قليل طول ما هو ضمن نشاطه الطبيعي تماماً. هذا مؤشر كتير تماماً. طبيعي لكل الأمهات اللي عم تابعونا. خلينا نحكي دكتورة على الغذاء الصحي اللي فيني أنا أعتني فيه لطفلي لحتى ما أدخل بموضوع نحافة الطفل ووقت أروح تجاه الطبيب. من ضمن مثلا كثير من السيدات مثلا شو هي الأغذية الصحية، وهي الأغذية كمان فيها تكون مشتركة، لأنه بعد السنة أنت مثلا بتبلشي بالطعام الصلب للطفل، ففيه الطعميه من الأكلات الموجودة وبنفس الوقت تحافظي على غذاء صحي. موضوع الطعام الصلب أكيد لازم يبلش قبل عمر السنة، يعني من 6 شهور نحن بنبلش. إذا بدنا نحكي هلأ جوابا لسؤالك نور بموضوع الوقاية، من عمر السنة 6 شهور نحن بنبلش ندخل كل أنواع الأكل مهروس لهيك. المهروس أكيد ما في مشكلة بالمهروس، بس ما ضروري دائما يأكل جزر وكوسة وبطاطا ورز ولبن وهالقصص. كل شيء من أكل البيت بعد عمر السنة الطفل صار بيقدر يأكله. شو ما كانت الطبخة يلي نحن عاملينها بالبيت لازم يأكله ويتعود عليها بالشكل اللي نحن بنأكله. يعني نحن دائما نقول في ممنوعات قبل عمر السنة، بعد عمر السنة ما عاد في أي شيء ممنوعات، وكل ما بلشنا على بكير نحن عم نوقي الطفل من موضوع الحساسية يلي صحيح. ممكن تصير معه، يلي ممكن تكون يعني سبب حدوثها بعض الأحيان إنه خوف الأهل أو هوسهم الكبير. نعم. إنه نحن ما بدنا نعطي الطفل أغذية مو صحية، أو نكافئ الطفل دائما بأغذية عصائر أو شوكولا أو تشيبس أو هالقصص. طيب هون دكتورة شو الأغذية اللي هي لازم الأهل يركزوا عليها؟ يركزوا عليها بهالمرحلة. لازم يركزوا على كل شيء سلمى، يعني ما في شيء ما لازم يطعموه للطفل. نحن وجباتنا أكيد لازم تكون 3 رئيسية بالإضافة ل3 سناكس بعمر السنة وما فوق، بالإضافة للحليب ويلي ما لازم يتجاوز أكثر من 500 ميلي بنهار، يعني كاسة صغيرة الصبح كاسة صغيرة المساء. مبالغة كمان بالحليب بتخلي الطفل ينفر من الأكل، خلاص بيضمن أنه عم ياخد شيء متعود عليه من قبل. هي 1. 2، وجبة الفطور لازم تكون تحتوي على كل العناصر، يعني بالإضافة للبروتين والنشويات ممكن يكون فيها زيتون أو زيت الزيتون يلي بيعطي طاقة للطفل وبيعطي مناعة، بيساعد ايضا ببناء جسم صحي. وجبه الغداء لازم تكون مشتركه مثل ما قلنا مع العيله بالقوام العادي بعد عمر السنه يلي ما بيسبب له شردقه او ما بيكون فيه كثير حبيبات يعني صعبه على البلع عند الاطفال. واكيد وجبه عشاء نظاميه قبل ما ياخذ كاسه الحليب اللي قبل النوم، هذا الشيء ممكن يساعده انه يتمتع بمناعه منيحه، نمو نظامي،
طول منيح، وزن منيح، ونشاط حركي كتير منيح. نعم. بس المشاكل بتصير بموضوع النحافة، إنه بنصير لازم ندخل أكل وسناكات أكتر بقيمة غذائية أعلى، مثلا الأفوكا أو العسل أو المكسرات مع الحليب يلي كنا عم نقدمه الصبح، خلطات أو يعني بطريقة ترغب الطفل. الأطفال بحبوا الألوان، يعني بحبوا إنه طبقهم يكون له شكل معين، مثل طعامنا يكون في ملون سلطات أو مو ضروري كل شيء أبيض مثل ما كانوا متعودين عليه قبل عمر السنة. طيب خلينا نحكي شو الأخطاء الشائعة اللي بتوقع فيها الأم لزيادة وزن ابنها من خلال وجبات الأطعام؟ تمام. أول خطأ شائع إنه هي مفكرة إنه طفلة عنده نحافة، هو ما بيكون عنده نحافة. فهون نحن بدنا نوعي كل الأمهات إنه إذا طفلك عم يأكل كل شيء ما تحاولي بفواتح الشهية، ما تحاولي تصري على الطبيب أو أخصائي التغذية إنه أنا بدي إياه يكون أكثر رفقاته بالمدرسة، أطول منه، أسمن منه. موضوع السمن يعني نحن هم نحذر إنه بهذا العمر الطفل عم يبني، عم بيزيد الخلايا الدهنية بالجسم، فهو رح يكون طليعة حدوث السمنة يلي صرنا كلنا بنعرف قد هي خطرة على الصحة وقد عم تترافق. نعم. بأمراض مزمنة بعد المراهقة خلينا نقول. نعم. فنحن ما ضروري نصر على الطفل ليأكل كتير، الطفل بيعرف صحنه وبيعرف حاجته، ممكن نحن نقسم له وجباته، ما ضروري نجبره التناول الطعام قدام التلفزيون أو الآيباد. هذا شيء كمان كتير بيأثر وبيخلي الطفل يسهو مرات وما يأكل كل حاجاته. فكتير ضروري ومهم إنه نحن ما نعرض زيادة بالوجبات، ناكل حاجتنا من أكل البيت المحضرة بطريقة صحية وصحيحة. ممكن نغير مكان تناول الطعام في حال رفض الطفل تماما انه ياكل وجبته بالبيت او بالمطبخ مثل ما نحن متعودين دائما. بس هي طقوس جميله تعدي على السفرة ويشترك معك بالاكل، هي كمان بمفاهيم التربيه كتير جميله للطفل. طبعاً. والطعمين من اكل بذات الاكل اي صراحه اكيد هي شيء اكيد لما يشوف في اجتماع على العائله على الطاوله لتناول كل الوجبات رح يتشجع اكثر. يعني بس للطفل يلي عنده نحافة كتير مهم انه نقسم الوجبات، ما نجبره بوجبة الطعام اللي المفروض ياكلها حتى لو كانت صغيرة، نقول لهم سناك يور فود، يعني قسم وجباتك على شكل سناكات لحتى يرغب بتناوله أكثر، ولحتى تضمن الأم إنه مثلا أخذ الوجبة الرئيسية بالطريقة. العصائر مانا شيء يفضل للطفل يلي عنده نحافة لأنه هذا شيء بيعبي المعدة، بس احنا ممكن نمرق له فواكه بين الوجبات، ممكن نعطيه فول سوداني، ممكن نعطيه المكسرات، الشوكولا المحضرة بالمنزل كمان ممكن تكون طريقة لحتى نرغب الطعام للطفل. وأكيد الشيء الملون والأشكال اللي بتجذب الطفل سواء الصحون أو المعالق شيء كتير مهم، وما نجبر الطفل بالمراحل الأولى، يعني بعد عمر السنة بدك تأكل بالملعقة أو بالشوكة، ممكن يستخدم إيديه حتى لو هرهر حتى لو خرب، بس هذا الشيء بخليه يعني يفوت بجو الطعام ويرغب الطفل انه يتناول طعامه اي وجبه شو ما عرضت عليه الام. اكيد يعني مثل ما بيقولوا دائما الوقايه شيء كثير مهم. أكيد. بسرعه بس شو ممكن هيك النصيحه الابرز من حوارنا لليوم لكل الاهل؟ اول شيء مشان نلخص موضوع النحافه، اسبابه ممكن تكون كثير صحيه كثير، مثل سوء الامتصاص، ممكن يكون في ارتجاع مريء، اسباب هضميه، لازم اول شيء نشوف الطبيب لحتى ننفي هي الاسباب. نعمل محاوله مع الأم لحتى نتأكد أنه قوام الحليب وقوام الطعام مقدم بطريقة صحية، وبالتالي هذا بيكون موضوع وقاية جدا مهم. عدم مقارنة الطفل دائما بأقارب وبرفقات أنه هن أنحف أسمن أطول. إذا الطفل ماشي ضمن مخططات النمو ضمن حدود الوزن الطبيعي والطول الطبيعي فهذا الشيء معناته تركوه على راحته، دائما بقول لهم إياها بالعيادة، تركوه على راحته معناته هو ماشي منيح، صحته منيحة، مناعته منيحة، حركته منيحة، معناتها ما بيعوز شيء إن شاء الله. نتشكرك أكيد دكتورة ديانا فلوح على وجودك معنا، على النصائح اللي قدمناها لكل الأمهات اللي عم يتابعونا اليوم. شكرا لك.